والاحلى بقى انكم تستعملوها في البسكوتات دي هتتبسطوا بيها جدا. تعالوا نقول مقادير بسيطه جدا. عندي لي البسكويت بالكريمه الشوكولاته او بسكويت النوتيلا، عندي ثلاث مكونات، عندي بيضه، عندي كوبايه دقيق، عندي كوبايه ربع من الشوكولاته النوتيلا. أيوة. هاخد بوله كده كبيره وهوري حضراتكم انا محتاجه اعمل ايه في البوله. موضوع بسيط وسهل جدا. هاخد اول حاجه، ناخد الاول الشوكولاته مع البيضه، بصوا كده عشان نضربهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نتاكد الاول ان البيضه ايه ما شاء الله عليها. لا يا جماعه احنا ليه مش حاطين هنا فانيليا؟ عشان ده ممكن سؤال يجي لي، لان هنا عندي كريمه الشوكولاته مش هتحتاج طالما في كاكاو موجود في الوصفه. حتى كيك الشوكولاته ممكن ما يحتاجش من حضراتكم انكم تحطوا له فانيليا، لكن كفايه هي كفيله بتضيع الايه الزفاره او الريحه او الطعم. اهي خلاص، حاضر. عسل يا نودي، انتي سكر وحياة ديني حبيبة قلبي. كده اهو هناخد بقى عليهم ايه يا قمامير المامز الحلوين. خلينا نقلب دول الاول، بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبهم كده مع بعض. اي فندم، حاضر من عيوني فندم. هنقلب ده كله كده، ندخل الخليط ده في بعض، البيضة مع الشوكولاتة الايه القابلة للدهن. الاضاءات بتختلف قوي في الالوان. وهناخد الدقيق، مش بحط كله، خلينا الاول ايه نجرب كده ونشوف القوام. هيحتاجنا زيادة نعمة عشان على حسب طبعا، حاضر، نوع الدقيق اللي احنا ايه اللي احنا بنستخدمه. ممكن النوع بتاعي ياخد مني كوباية الا ربع، ممكن ياخد من حضرتك كوباية وربع، ممكن ياخد من حد تاني كوباية. تمام. هي في ايه؟ هي دي مالها؟ مش مظبطه دي يا نونا. كده بصوا اللي هي البيضه دي. تعالوا بقى ايه نحاول كده، بسم الله، بايدينا عجينه صغننه بس بقى الولاد هيحبوا طعمها جدا. بعدين الشوكولاته دي كمان حلوه قوي ليهم في التركيز، خليهم كده اكتف. خصوصا مثلا لو بياخدوها في وجبه مع الفطار او مع لبن، بسكوته دي او الكوكيز دي مع كوبايه لبن حلوه كده، او مع كوبايه شاي بلبن على حسب ما حضراتكم بتعودوا الولاد، مفيش مشكله خالص. بصوا عجينه كده لطيفه، حط بس نقطتين دقيق كمان. هاخد منها بس رشه كده خفيفه اهو. هي دي بقى اللي اخدت ايه كوبايه ومعلقه بالظبط اهو، بحيث امسكه كده ما يمسكش يعني يبقى مظبوط. خلاص اهو بصوا بقى الخليط الجميل ده. تعالوا بقى هنعمل حاجه حلوه قوي كمان تعجب الولاد. عايزين تخرموه من نص تحطوا فيه ولا عايزينه كده؟ قولوا لي انتوا حابين ايه. ما بيقولوش لا، بيقولوا لي على طول. نقطه زيت بسيطه جدا على ورق الزبده، واحنا اتفقنا ماشي حبايبي. ورق الخبز لازم ندهنه احتياطي، لا قدر الله تطلع النوع بتاعه مش ولا بد، فايه تلاقوا البسكوتات بتاعت حضراتكم لزقت فيه ما تبقاش لطيفه. طيب انا هاخد كده على حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، شايفين كوره كده هحطها هنا وهعمل كده، ونبدا بقى ان ايه نحشي فيه شويه شوكولاته كمان. اهو هنكور بقى الحبه الحلوين دول. عايزين تعملوهم بقى اصغر، الحجم ده كويس اللي يريح حضراتكم. في بقى علبه كده ظريفه والولاد ياخدوا منها، تبقى جميله جدا. الحاجات دي بيسعدوا بيها، وحاجات ما يعني مش هقولها تتعب حضرتك، مش هتاخد منك 5 دقايق وانت واقفه بالتلات مكونات اللي احنا عملنا بيهم الايه الوصفه الظريفه دي. بصوا كده عارفين بسكوت الفانيليا اللي بنعمله وبنحشي بيه مربى؟ مش فكره السابلي بس، هو في بسكوت كده بيتعمل جميل قوي بالمربى بتاع زمان بتاع اهالينا، كانوا بيعملوه كده بصوابعهم برضو وايه ويحطوا فيه المربى. انا بحبه قوي البسكوت ده.
اللي بيبقى مشرخ ده اتحط فيه مربى مشمش او مربى فراوله بتبقى رائعه. وهنشوف هيطلع معانا كام واحده الخليط اللي احنا عملناه من الكوبايه الا ربع ايه كريمه الشوكولاته، كوبايه دقيق وبيضه. عمل معانا خليط لا باس به. وعلى فكره البسكوتات دي والله بتتباع مع شركات، يعني في علب شركات بتبقى غاليه جدا ومبالغ في سعرها، يمكن عشان هي بتبقى مستورده وجايه لنا ماشي، بس برضو في الاخر كتير. ولو في كذا طفل في البيت المساله هتبقى ايه، يعني مش هيكفيهم قوي، يبقى لو كل واحد خد واحده او اتنين بالكتير هيبقى كافي دي؟ لا ما اعتقدش. انت عدي يا نودي. عشان انا مش هعرف عد، انا هركز في التشكيل كده. 14 ماشي، هنكمل اهو. يعني ما شاء الله ايه نظبط بيهم الدنيا. حاجه كده ايه. وعارفين كمان في الـ في الـ في الاعياد الجميله في المناسبات ممكن نقدم منه الحاجات دي، بتتحط كده في علب لطيفه بتاعتنا اللي في البيت بتبقى جميله، حاجه بيتي بس مخدومه ومعموله بشكل جميل والولاد يحبوها قوي وغنيه، لانه المكونات اللي فيها ما هياش قليله، يعني ما هياش برضو مش مكلفه، ولكن احنا بنعمل منها كميه عشان هي اصبحت اسعارها يعني كتيره غاليه. وبرضو الانواع بتختلف، مش هي شركات النوع الشركه اللي بتستخدم الكاكاو الفلاني فالطعم ده مش عاجب حضرتك قوي فبتجيبي طعم معين فده بيبقى اغلى، فاحنا نقدر نوازن بين الاثنين. انا دي حاساها كبيره فمعلش تعالي اخد منها حته عشان اجمع الثلاثه. قولوا حبايب. ماشي. يلا بينا. بصوا كده واحده صغنونه اهي. كام واحده كده؟ 8 9 10 11 12 13 14 15 17 22. الحمد لله بحب العدد الزوجي دايما. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي يا نودي؟ هناخد حبه من الشوكليته. طب ما احنا هنحط بس طب حته من دي، ايه رايك؟ وبعدين نحط عليها لما تطلع فتبقى بياكلوا حته شوكولاته مع اللي هيطلع ايه نعملها عليه. خلاص خلوها لما تطلع عشان يبقى استوى عشان ما تقفلش عليها وتبظ مننا. خلاص دي مؤقتة، وبرضو طعم الشوكولاتة اللي يريح حضراتكم. خلاص بسم الله. هو والله جميلة، هي الوصفة أصلها كمان بتاعت الأطفال، وصفات الأطفال الواحد بيفنن فيها سبحان الله بشكل أقوى. أنتي طفلة، أنا معايا فريق أطفال كلهم في كنترول حضراتكم، كلهم أطفال رجعوا لمرحلة الكيجي. وعلي طفل كبير لسه كان بيسالني والله. اطفال كلكم كده. دي صغنونه نحط لها حته نونه، ودي كده عايزين تكتفوا بيها كده براحتكم، عايزين تحطوا فيها لما تطلع ماشي. تعالوا ندخلوا الفرن، انا عندي الفرن على حراره 180، هو مش محتاج فرن عالي ولا حاجه. خلاص هنا هقلل بس الحراره كده. يلا بينا المروحه شغاله، هياخد له ربع ساعه 12 دقيقه على حسب نشوف الدنيا هتحصل معاه ايه، هنشوفه مع بعض.